فترة داعش يوم اللي اجى داعش يعني صارت الحياة شوي صعبة جدا جدا جدا. ما عاد يخلوا أحد لا يلعب وراء لا يتفرج على التلفزيون. صرنا ما عاد نشتغل أبدا أبدا يعني سكرت الحياة بوجهنا أبدا يعني ما صارت العالم لا ترتد على الكافتيريا ولا تروح ولا تجي سكروا كل شيء. هذا المقهى يعني شو بدي اقول لك يعني له اهميه كثير كبيره على الشباب انه العالم تجي وتروح وتفسح وتخفف عن الضغوطات اللي كانت عايشه هذا الايام داعش. والحمد لله هلا صارت الحياه كويسه ونفتح نحن هون يعني نفتح من الساعه 10 11 الصبح نضل فاتحين للساعه 12. على دور داعش كانوا حارمينا كل شيء، كانوا حارمينا من السهرات، حارمينا نلعب ببجي، حارمينا نسهر بالكافيتيريا، حارمينا كل شيء، يعني كانوا خلوا ياخذوا الاطفال الصغار معاهم يقلبوا عقلهم. لا ما لازم نقاتل معاهم على غلط، لا ما لازم نلتزم بيوتنا، والحمد لله بعد ما طلعت جرابلس من عندنا، بعد ما طلعت داعش من عندنا، صرنا احسن نطلع، صرت احسن اشوف رفقاتي.